عايزك تعتبر السفرية دي استجمام، راحة بال، عشان نمسح كل اللي فات ونبتدي من أول وجديد. بس اللي حصل صعب يتنسي يا عمودي. مفيش حاجة بتتنسيش، كله بيتنسي. تفتكر أنا هقدر أنسى اللي أنا عملته؟ لما تحسبيها صح هتكتشفي ان كان لازم تعملي كده. على فين اشوف؟ بجاشي. ايوه بجاشي اللي جاي لك. ماشي ماشي. يا ونيلة ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ابو سنه لو جه ولقاك هنا هيعلقك. ابو سنه مين والناس نايمين؟ ابو سنه اللي عايزه تاخد فلوسه وتهجي؟ هج؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت اللي عايزه مني. عايزني انا اخلصك واخلص الناس من سمك. انت اتجننت يا راجل انت؟ ايوه اتجننت زي كل الرجاله اللي عرفوكي. بجاشي بس انا بقى معايا فلوس كتير، تعال ناخدهم انا وانت ونهج سوا. نهج؟ وانا خاين زيك؟ خلاص خلاص يا شوق، انت لازم اتعلم عليك. لازم تكون اخرتك زي اخرة كل مرة فجرة. اخلص يا ابن الكلب. اه يا بنت الكلب.
راحت امه وقتلته قبل ما يبقى لحمه حمرا عشان ما اشوفوش، والتاني مخبياه امه جواه وشايفه اني ما استاهلوش. ياه، اول مره احس بمراره الوجع من غير صوت. تاريكي شايله كتير يا كرامه، مسجونه جوه سكتك واحنا مش حاسين بيكي. بالظبط يا باشا، وقعت يا نوح؟ وقعت. وقعت يا باشا؟ هو انتوا اليومين دول بتقفشوا الجمال؟ لا، بنقفش البضاعة. بضاعة؟ بضاعة دي يا باشا؟ البضاعة اللي لقيناها في وسط الجمال يا نوح. لا معلش بقى يا باشا، البضاعة دي مش بتاعتي، أنا ما أعرفش عنها حاجة. البضاعة دي بتاعتكوا انتوا اللي جايبينها معاكوا. عايزين توقعوا نوح وترموا بلاكم عليه. انا سليم يا باشا، انا سليم يا باشا. الكلام ده بقى تبقى تقوله في النيابة. ايوه هقول في النيابة، هقول في النيابة. انا خلاص خدت طريقنا يا باشا، انا خدت طريقنا يا باشا، انا خدت طريقنا. هاتوه. ايوه هاتوه، انا هقول النيابة خدت طريقنا.